بالنسبة لهذا الحديث أيها الكرام الفضلاء، هو لا يصح لا عن ابن عباس ولا هو مذكور في تفسير ابن كثير، وهو ليس له مكان في كتب أهل السنة والجماعة، إنما هو من كتب القصاص ومن كلام القصاصين أيها الكرام الفضلاء. والحمد لله ما صح من الأحاديث في حسن الظن بالله عز وجل ومغفرة الله تبارك وتعالى فيها غنية وكفاية، فعلينا أن ننشر ما صح ونترك ما لم يصح. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.